ده محطوط على التلج كده في صندوق زي ما جاي زي ما محطوط. اه يعني انا دايما لما اجي اشتري الجمبري ما اشتريش جمبري بميه، ما اشتريش اللي في قروان، اشتري اللي على خشب كده، على خشب او على فرش على تلج او على تلج بس. اي حاجه في قروان عارف ان انا هشرب الكلام ده، تاخدي ميه وجمبري مش جمبري بس، نص كده ونص كده. بيقل اللي قد ايه وزنه؟ السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. النهاردة إحنا في دخلة سوق الأنصاري زي ما إحنا شايفين كده، دي دخلة السوق. النهاردة بقى نشتري كده شوية حاجات، أسماك وجمبري وكده. يلا بينا نشوف هنشتري إيه مع بعض. إحنا وقفنا عند أسماك المدينة هنا في أول السوق، وحتى حاطط دعاء دخول السوق ان شاء الله ياخد يعني ايه ثواب على الدعاء ده. اي حد يدخل السوق يقول الدعاء ده، اي حد يقول الدعاء ادعي لي بقى. طبعا الناس كلها تدعي لك. ازيك يا احمد عامل ايه؟ طبعا ده بقى تاخد حسنات كتير عشان الدعاء اللي انت بتسويه. اهم حاجه احنا مش عايزين غير الحسنات، ربنا يكرمك. انا كنت عايز اشتري سمك بقى وجمبري وكده، معاك ايه النهارده حلو الواحد يشتري؟ جمبري حلو قوي. ده جمبري سويسي مش اللي هو الرمادي المستورد، ده بلدي. ده جمبري بلدي جميل جدا، المستورد بيبقى لونه رمادي. ده اسمه ابو راس مش كده؟ ايوه الله ينور عليك. جمبري ابو راس على فكره حجمه حلو جدا جدا. بتعمل ايه يا احمد الجمبري ده؟ ده كفته الجمبري، ملوخيه بالجمبري، طاجن، شوربه لو عايز تعمل شوربه. يعني الجمبري ده ليه كذا استخدام، ليه كذا طريقه. كفته، ملوخيه بالجمبري، شوربه، ممكن يدخل في طواجن، ممكن يعمل الرز بالجمبري برده. بيبقى جميل والحجم ده حلو جدا. وبعدين ده البلدي ما بيكشش معاك غير المستورد. المستورد بيجي زي ده بس متقشر جاهز، مستورد بيجي يكش معاك. لا تعمل حاجه بيكش. وغير كده حتى لو بلدي بيبقى شارب ميه برده بيكش. اكيد طبعا. انما ده مش ده ناشف من غير ميه. اعرفه ازاي او اتاكد ازاي؟ بيبان الحاجه بتبان، هو بيبقى حاططها في قروانه بيبقى كلها ميه، بتاخد نص جمبري ونص ميه. ده محطوط على التلج كده في صندوق زي ما جاي زي ما محطوط. يعني انا دايما لما اجي اشتري الجمبري ما اشتريش جمبري بميه. ما اشتريش اللي في قروانه. اشتري اللي على خشب كده، على خشب او على فرش على تلج او على تلج بس. اي حاجه في قروانه عارف ان انا هشرب الميه. الكلام ده تاخدي ميه وجمبري مش جمبري بس، نص كده ونص كده. بيقل قد ايه وزنه؟ يقل ربع كيلو اللي هي الميه بقى ويكش. طبعا. وبعدين انت حتى لو هتاخديه غالي بس ناشف من غير ميه افضل لك ان انت تاخديه رخيص وبميه، لان الميه بتغير طعمه. بتغير طعمه وكمان بتفرق معاك في الميزان. يعني انت لو جايبه كيلو عقبال ما تروح هتلاقي كيلو الا ربع. والله لحد ما اروح حتى ما تروح يعني قبل ما اشرب او حتى اعمله تعملي في اي حاجه هتلاقي كيلو الا ربع. ولما اسويه يبقى نص كيلو بقى كمان. بالظبط. هو عامه عشان تفهموا برضو اي جمبري بيخس النص بالنص. يعني لو قشرتيه لو جايبه كيلو صافي معاك. ده الطبيعي. ده الطبيعي. بس طبعا لو شارب ميه بيقل اكتر من كده. تمام. الجمبري الصراحه شكله يفتح النفس وشكله طازه جدا. بكام الكيلو ده يا احمد؟ ده ب 100 جنيه. حلو جدا. حلو جدا بالنسبه لحجمه كمان، مش شارب ميه زي ما قلنا، واحسن وافيد بكتير جدا من المجمد. طعمه بيبقى حلو جدا. يعني بيبقى لونه رمادي، المجمد بيبقى لونه رمادي اللي هو المستورد. تمام. احنا النهارده بقى هنشتري من احمد الجمبري الجميل ده. وهيوزنه لنا دلوقتي، هنشوف مع بعض ونروح البيت هنشوف هنعمله ايه. بقول لك يا احمد، هو البلدي عامه الجمبري البلدي بيجي ما بيجيش مقاس واحد، بيجي مدرب صغير في البيت. الجمبري اللي بيجي مقاس واحد بس المستورد، المستورد بس اللي بيجي مقاس واحد، لكن اي جمبري بلدي بيجي صغير فيه وكبير. طيب ده سهل بقى في تقشيره، يا ريت توري الناس جدا. يعني اللي مش عارفين بقى ازاي يتقشر. ده سهل جدا كده اهو، شيل الراس لون كده وتسحب الديل كده بس كده. بيبقى فيه عرق رمل او حاجه؟ لا 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 مفهوش. مفهوش. لا مفهوش. يعني هو بس كده. صغير اصلا ما بيلحقش يربي عرق رمل. والله. تمام. هنشتري بقى من احمد وهنروح البيت نشوف هنعمله ايه مع بعض. بعد لما اشتريت الجمبري انا فصصته بكل سهوله زي ما احنا شايفين، ونظفته وغسلته. وده شكله. هنعمل مع بعض منه ملوخيه بالجمبري باسهل طريقه. هعمله بالملوخيه الناشفه، بيبقى جميل جدا برده بالملوخيه الناشفه. يلا بينا نشوف مع بعض هنعمله ازاي.
دلوقتي بقى هنا معانا معلقه سمنه بلدي هنحطها هنا في اي حاجه نعمل بيها نفيحها ملوخيه ناشفه بتبقى جميله جدا في الشتاء نفتح بقى كويس معانا وبعد كده هنضيف الثوم انا هنا بعمل طشه الثوم الاول في الملوخيه الناشفه بعمل طشه الثوم الاول اهو هصفر الثوم بتاعي السمنه وبعد كده هضيف شويه من الكزبره بعد ما الثوم يتفر معانا شويه كده نقلب وبعد كده هضيف الميه المغليه ولو عندنا شوربه جمبري برضو هتكون حلوه جدا ودلوقتي هضيف مكعب من المرق عشان يديها طعم وتست حلو اهو ومعلقه واحده من السكر ودلوقتي بقى هنزل بالجمبري اهو هسيبه يغلي شويه معلقه واحده من صلصه الطماطم عشان تدي تست حلو لشوربه الجمبري اهو وهضيف بقى شويه من الملح كده وما ننساش ان مكعب المرق بيبقى فيه ملح برضه استنى بقى الشوربه تغلي معانا كويس جدا بعدين نضيف الملوخيه دلوقتي بقى هضيف الملوخيه الميه غليت اهي بسم الله الرحمن الرحيم الملوخيه الناشفه انا بستخدم نوع الضحى حلو جدا ونضيف وعلى فكره انا عملت لكم قبل كده ملوخيه بالجمبري بالملوخيه الخضراء هسيب لكم الفيديو بتاعها اللينك في صندوق الوصف ان شاء الله هديها غلوه واحده بس وبعد كده هقفل عليها وادي الملوخيه خلصت معانا ما خدتش غلوه مننا مفيش اسهل من كده طعمها حلو جدا جدا جربوها تعجبكم جدا اهي ملوخيه بالجمبري باسهل طريقه هنبتدي بقى نغرفها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لو حابين تعملوا لها التقليه وتحطوها فوقيها بس هي كده طعمها تحفه يعني مش محتاجه اي حاجه تاني في ناس بتعمل لها طشه تاني وتحطها لكن انا بعمل الطشه بتاعتها في اول الوصفه يعني اتمنى ان شاء الله ان انا اكون عند حسن ظنكم وتكون الوصفه النهارده عجبتكم باذن الله هندوق مع بعض الملوخيه واقول لكم رايي فيها شايفين قوامها حلو جدا ومليانه بالجمبري اهو اللي احنا اشتريناه مع بعض وتقشيره سهل جدا زي ما قلنا في الفيديو اهو ندوقها بقى مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم خطيره جدا طعمها جميل جدا مليانه بقى بالبهاريس كلها بتاعه الجمبري متنسوش تدعموني باللايك والشير لو عجبكم الفيديو واشتراك في قناتي اللي يشوف القناة أول مرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا